هذا وترتكز العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على إرث تاريخي طويل من الصداقة المميزة والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين على الأصعدة كافة. العلاقات البحرينية البريطانية ازدادت زخما وتطورا بفضل الاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعميق أواصر التواصل والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. على مدى العقود التي مضت والعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة تواصل تميزها في مختلف المجالات في ظل ارتكازها على إرث تاريخي طويل من الصداقة العريقة والروابط الوثيقة بين البلدين وما يجمع بينهما من احترام واتفاق متبادل تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وبفضل الاهتمام المباشر من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ازدادت العلاقات البحرينية البريطانية زخماً وتطوراً ورسوخاً يوماً بعد آخر، وذلك من خلال اللقاءات المستمرة والزيارات المتبادلة بين قادة البلدين. وتمخض عن العلاقات القائمة بين المنامة ولندن توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بهدف رفع مستوى الشراكة والتنسيق الثنائي في عدة مجالات مختلفة منها السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها. إن العلاقات البحرينية البريطانية بمختلف مجالاتها تمضي قدماً في تحقيق تطلعات قادة البلدين في الحفاظ على ديمومة التواصل وترسيخ أوجه التعاون على الأصعدة كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.